صباح الشروق، لسه متواصلين معاكم في كل مكان لكل من التحق بنا الآن. وصلنا لفقرتنا الثانية وحوارنا الثاني، وهو حوار شائك وحوار طول شغال، الناس تحاوروا فيه وتكلموا فيه وحنتكلم فيه لسه شكله كده، اللي هو التعنيف. وفي التعنيف ذاته، التعنيف ضد الطفولة بالتحديد، ونحن بصدد 16 يوم اللي هو لمناهضة العنف ضد الفتيات. أنا سعيد جدا بأنه أستضيف الأستاذة هادية ساتي أو هادية عبد العزيز، جاز لي التعبير، مسؤول ملف العنف بالمجلس القومي لرعاية الطفولة. صباح الخير عليك. صباح النور وأهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. نعم، ملف شائك. ملف شائك. طبعا الطفولة هي زي ما بيقولوا، أو الأطفال السودان بيمثلوا نصف المجتمع في حسب التقرير الكندي عمل، أو المسح اللي اتعمل آخر مسح اتعمل. نعم. إنهم بيمثلوا 58%. وزي ما بيقولوا، شنو أطفال اليوم مستقبل الغد. صحيح. فنحن لو ما حميناهم من أي حاجة من ممكن يتعرضوا لها من خلال العنف ولا كده، فممكن يطلعوا أطفال مهزومين مقهورين، ما حيقدروا يقودوا السودان لبر الأمان زي ما بقوله. صحيح. طيب، فلازم نتكلم عن المجلس أول حاجة، ونعرف بالمجلس ذاته بيعمل شنو ويشتغل شنو كده. طيب، المجلس القومي لرعاية الطفولة هي آلية قومية تنسيقية معنية برضو بالتخطيط، وبتعمل على تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية صادق عليها السودان. نعم. من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل. نعم. اللي هي كانت في 1989 صادق عليها السودان بدون أي تحفظات. نعم. في 1990 من خلال أو من ضمن توصياتها إنها كانت لازم تكون في زي آلية للدول الصادقة اللي هي ترفع تقارير عن أوضاع الأطفال في الدول اللي صادقت على الحاجة دي. نعم. فمن ضمنها كان السودان. فأنشئ بموجب الحاجة دي، أنشئ المجلس القومي لرعاية الطفولة في 1991. فكل سنة بيرفع تقرير عن أوضاع الطفولة في السودان، بيرفعها للجنة حقوق الطفل الدولية اللي هي مقرها في جنيف. نعم. أنا بس درجيه في كلمة السودان صادق بدون تحفظ، دي معناها بالضروره كل البنود انت موقع عليها؟ طبعا مفعله البنود دي اللي انتوا صادقتوا عليها. بعد ما صادقنا عليها هي كلها كانت هي مفعله، لكن بالنسبه للدوله احنا بنعاني من مشكله الانفاذ، يعني دائما بالذات في مشكله القوانين. فبنعاني الصعوبه، فالمجلس برضه معني بالتوعيه، بتوعيه المجتمع انه نوريهم حقوقهم بالذات للاطفال. طبعا المجلس معني بالأطفال دون سن 18 سنة. نعم. فديل اللي إحنا زي ما بقولوا اللي إحنا بنوجه لهم حاجات. مستهدفينهم، ده التارجت بتاعهم. أيوة. نعم. يعني مثلا ختان الإناث مثلا، ده حاجة يكون صادقين عليها، لكن هو ماشي زايد كل يوم يعني. هو ماشي زايد، لكن إحنا حسي حاليا عندنا الخطة الوطنية بتاعة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وعندنا الاستراتيجية بتاعة الـ FGM. نعم. في مجلس الوزراء بتاعة بتر الـ FGM CM اللي هو زواج الأطفال أجيزت. نعم. لكن الـ FGM لسه في مرحلة الإجازة، فالخطة الوطنية دي لو أجيزت بعد ذاك ممكن الواحد زي ما بيقولوا شنو الأنشطة بتاعتها يقوم ينفذها على أرض الواقع إن شاء الله بإذن الله تعالى. نشوف الحاصل شنو. طيب، نخش في الغريق شوية كده. أنواع العنف ضد الطفولة شنو؟ الناس بيفتكروه الدق بس، لكن تخيلي عنده أنواع كثيرة على العنف. عنده أنواع كثيرة. أنا حبدي لك ذاته أصلاً العنف اللي هو زي ما بتقول شنو المجتمع الدولي ركز عليه من زمن الحرب العالمية الأولى. نعم. إنه بعد الحرب العالمية الأولى طبعاً كان في ضحايا كتار بالذات الأطفال وكده. صحيح. فكانت عصبة الأمم المتحدة قررت إنه يعني تشوف إنه كيف تحمي الأطفال. ودخلت بعد ذاك الحرب العالمية الثانية، ما قدروا يعملوا حاجة بعد ذاك، اللي هي جات ظهرت في اتفاقية حقوق الطفل. طيب. من اتفاقية حقوق الطفل جينا بعد ذاك اللي هي دراسة العنف. الدراسة دي عملها الأمين العام للأمم المتحدة
اللي هي بتوصية من برضو من لجنة حقوق الطفل الدولية إنها تتعمل دراسة مخصصة للعنف ضد الأطفال. فهي اتعملت من 2003 تعين لها خبير، طلعت توصياتها في 2006، أخذت الزمن ده كله لأنه كانت مستهدفة كل العالم. من ضمنها طبعا السودان جزء لا يتجزأ من العالم زي ما بقوله. فكانت الدراسة بتاعتها المنهجية استبيان ومقابلات وكذا، فكانت رسل للسودان استبيان فعملوه وترفعت له. فاللي هو من خلال الدراسة ذاته بيّنوا لنا إنه أو عرفوا لنا إنه العنف أي زي ما بقول أي ضغط على الأطفال أو أي عنف يمارس على الأطفال سواء كان بالقوة أو يعني بالقوة أو الضغط، سواء كانت بممارسات يعني اللي هي عنيفة يعني تأذي الطفل بالضرب ولا كده، وممكن تؤدي إلى إنه موت عديل كده الطفل ده. فدي من ضمن الحاجات. فبعد ذاك حددوا لنا هي اللي هي المحلات الممكن انه الطفل يمارس عليه العنف ده، اللي هي من ضمنها الاسره والمدرسه والشارع حتى يعني. الشارع طبعا اكيد يعني الشارع وعماله الاطفال في الحتات اللي بيشتغلوا فوقها ودور الاحتجاز والرعايه البديله، دي كلها غطت لنا الدراسه الحاجات دي. بعد ذاك التطور بتاعه طوالي حصلت لدرجه انه هو ربطوها مع اهداف التنميه المستدامه اللي هي البند بتاع رقم 16-2 اللي هو كان يتكلم عن الاستغلال والاستغلال الجنسي والعنف وكلها في الماده دي، انه ب 2030 الاس دي جيز انه يحاولوا ينهوا العنف ضد الاطفال والتحرش طبعا داخل وده مسكوت عنه طبعا ده اللي هي في 2010 المجلس القومي لرعايه الطفوله وضع الاطار العام للخطه الوطنيه للتصدي عن العنف. فيها اربع محاور. المحور الاول كان بيتكلم عن الشارع وكذا اللي هو الطفل اللي بيتعرض له. المحور الثاني بيتكلم عن العنف ذات الممارس اللي هي بيتكلم عن زواج الاطفال الاف جي ام اللي هو قلنا بتر الشيوخ العادات طبعاً. طبعاً. فالحاجة اللي ما تطرقنا لها وازدادت وانتشرت بصورة واسعة اللي هي التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية. فدي من الحاجات اللي إحنا إن شاء الله في خلال السنة الجاية دي حتكون إحنا مستهدفين عن طريق حملة إعلامية نسلط عليها كل المجتمع، اللي هي دي ذاتها من اختصاصات المجلس القومي لرعاية الطفولة اللي هو مناصرة القضايا. فإن شاء الله دي حتكون من ضمن خطتنا بتاعت 2023 بإذن الله تعالى. أنا حبيت أركز على أنواع العنف ضد الأطفال ده عشان الناس برضو أوير بيه يعني ويعبوا أكثر. يعني مثلا في عنف لفظي مرات طبعا، يا بليد يا غبي ما بتفهم أنت أصلا يا قبيح طبعا، ده برضو بيندرج تحت المظلة دي مش بيندرج تحت المظلة دي. وغير يا هو قلت لك على العنف الممارس يعني طوالي اللي بيسهر على 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 الطفل ولا كده، اللي هو تاني العنف النفسي اللي هو له آثار نفسية، ودي بتكون أصعب للطفل. ده أخطر طبعا، أخطر للطفل. لأنه يعني ما بتنمي جواه القدرات وبيطلع مهزوم نفسيا. صحيح. فده احنا المركزين عليه، وانه دارين ذات نوري الطفل مش كده بس انه التوعيه انها كل المجتمعات ولا كده، التوعيه حتى كل الاطفال انه يعرفوا حقوقهم. وده خلانا احنا نعمل مع ناس وزاره التربيه والتعليم اللي هو برضه شريكين اصيلين معانا في الحاجه دي. اللي هي حقوق الطفل في المناهج. انهم حيدرسوهم ويوروهم ذاتهم حقوقهم كيف. بالضبط. صحيح. فدي من الحاجات اللي احنا مركزين عليها. فبرضه كان من الحاجات برضه اللي اتعملت اللي هو العنف اللي هو العنف المدرسي. المجلس القومي لرعاية الطفولة برضه مع وزارة التربية والتعليم أجاز اللائحة بتاعت العقاب البدني. اللي هي ممنوع انه اي زي ما بيقولوا مدرس يرفع له صوت ولا كده على طفل. ده حاصل لكن؟ فعلا هو حاصل للاسف المشكله ما فعال يعني. ما دي احنا مشكلتنا الاساسيه اللي هي في التطبيق والتنفيذ. دي المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا دائما. نعم. انا ما عرفت انتوا بعد كم، لكن احنا غايتوا انجلدنا في دنيتنا دي. والله كلنا انجلدنا يعني مش انجلدنا السبب ده ثابت كان انت مجلود بغض النظر طبعا اذا بتضرب حافظ ولا ما حافظ، ايوه السبب ده في جلد يعني خليك جاهز للموضوع ده يعني. والله عشان كذا احنا دايرين ننمي اطفالنا دير يعني يعيشوا زي ما بقولوا لدرجه ان احنا ممكن نوصلهم لمرحله الرفاه. لكن يعني المشكله اي يقول لك يا اخي ما لمصلحتي
دقوا لي مصلحته. انا ما لا لا، في في اساليب احسن للتربيه. صحيح. يعني في في حاجه اسمها التربيه الايجابيه، انك انت ممكن تتكلم معاه من غير انك انت ما ترفع يدك عليه، او حتى مش ترفع يدك عليه انك انت تضربه او حتى ترهبه بالكلام. نعم مثلا ايوه امنع من اللعب مثلا، قول لي انت محروم مثلا من انك ما حتلعب يعني مثلاً. مثلا في 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 الدول الاوروبيه يعني من التربيه الايجابيه بتاعتهم، اذا الطفل غلط ولا كده عندهم حاجه اسمها بيخط الطفل في كورنر، انه ايه ما تتحرك من الحاجه دي. بالنسبه لك انك انت ده عقاب، ده عقاب. اوكي ده عقاب. دي من الحاجات اللي احنا ممكن يعني احرمك من حاجه بتحبها بس لساعات معينه، يعني لساعات معينه طبعا ما بتقدر تحرم الطفل يعني لفتره طويله طبعاً. يعني بالضروره. طيب دي من الحاجات كويس. الطفل اللي تعرض لعنف عشان عشان يصل للمحكمه، المسافه دي بيحصل شنو؟ منو يفتح البلاغ؟ طيب. الطفل ذاته، امه مثلا، الجيران اذا حسوا بانه يتم تعنيفه بطريقه ولا بثانيه؟ نعم. طيب احنا عندنا برضو شريكين مع المجلس القومي لرعايه الطفوله، شركاء اصيلين اللي هي وحده حمايه الاسره والطفل. طيب وحده حمايه الاسره والطفل عندهم الهوت لاين اللي هو الخط الساخن 96 96، مفعل الخط ده مفعل. فممكن اي زول يبلغ لو حس انه في تعنيف على الطفل بيحصل، بيبلغ طوارئ. هم طبعا بيراعوا انه الزول البلغ ما يسهر كله او ما يتذكر اسمه. هم بعد ذاك بيقوموا بالواجب زي ما ممكن تكون الام، اذا الوالد مثلا عنيف ممكن تكون الام، ممكن يكون مثلاً الطفل ذاته، الطفل ممكن ممكن يكون الطفل ذاته في ذات روحه هو يبلغ عن الحاجه دي اذا توفر له تلفون. اذا توفر له تلفون ايوه فعلا. حتى ممكن مش الطفل في حتى لو هو حس انه هو العقاب ده في المدرسه ممكن يبلغ. ممكن يبلغ انه في استاذ بيعمل كده. هم بعد ذاك بتحرياتهم بحاجاتهم دي هم بيعرفوا سبب المشكله الاساسيه. الاهمال ممكن يكون من دريج تحت الاهمال الطفل، يعني الاهمال وقاعد في شارع اليوم كله ظل الاطفال في وضعيه الشارع اللي هو ده من العنف. العنف اللي بيمارس في المدارس اللي هو بيخلي الطفل انه يخلي المدرسه. ممكن يقول لامه انا ماشي الصباح. ايوه تسريب المدرسه. نعم. تسرب المدرسي. نعم. ودي اشكاليه كبيره، والتسرب المدرسي حس حاليا يعني ازداد بطريقه. صحيح. ومخيفه جدا فعلا. بيقول لاسرته انا ماشي المدرسه لكن أيوة في المدرسة, لانه في جليد مثلا او الوضع هناك ما مريح بالنسبه لي، فاحسن لي الشارع يعني احسن لي والشارع، ويجي راجع ويقول خلاص انا كنت في فعلا. بس على كل حفلات الترحيل دي ما عنف بيني وبينك حفلات صعبه خلاص بالمناسبه، والله اطفال صغار الشنطه اثقل منه الطفل ذاته بالمناسبه، وراكب في حفله اول شيء ما فيها قزاز sometimes يعني بصراحه انا قاعد اشوف الكلام ده يوم يعني ما بتكون جاهزه لانه تشيل لي اطفال في عمر زي ده توديهم المدرسه وتجيبهم راجعين يعني ما اعرف الحاجه دي ممكن تتعالج كيف. والله طبعا دي ما بترجع انا ما اعرف، لكن لغايه من وجهه نظري انه شايفه انه الاطفال يعني او المدرسه دائما يعني هما في النهايه دايره مصدر دخل زي ما بيقولوا، فبدل ما تجيب لها انها حفلات يعني مريحه للاطفال فيها عدد معين وكذا، في النهايه ممكن تحطهم كلهم في حفله واحده، لانه في النهايه هو يكون الهدف الاساسي بتاعهم الربح. بالضبط صحيح. فدي برضه مشكله من المشاكل اللي هي انها في محكمة تكون محاكمة الطفل مختصة بالطفل طبعا اكيد. وين مقراته؟ وين قاعدة؟ وين؟ طيب صوره كيف؟ في نيابات الطفل اللي هي موجودة في الخرطوم وسط. نعم. اللي هي فدي بتكون متابعة يعني الطفل لو تعرض لحاجة وصلت لدرجة المحاكم هم دول مختصين بالحاجات. أيوة. دي وفي عندهم ثلاثة في ثلاثة محليات برضو في الخرطوم وبحري وأم درمان. ممتاز. في نيابات الطفل برضو موجودة. نعم. وبرضو الأخصائيين النفسيين اللي بيكونوا ذاته موجودين في 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 المحاكم دي. نعم. أيوة. في أطفال كمان نحن كمان عشان ما نغفلهم يعني، يعني في أطفال مثلا فاقدي السند مثلا، في أطفال متلازمة داون مثلا. طبعا المجلس القومي لرعاية الطفولة اللي هو الحماية بالنسبة للأطفال للأطفال جميعا. نعم. ما 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 بتخصصوا في ممتاز. في في حاجة معينة فبيشيلوا كله معهم كل الشرائح. طيب. شرائح الأطفال. فلكن لكل شريحة هي اللي هي خصوصيتها يعني. نعم. فكل ملف احنا شغالين فيه زي ما بقولوا كل حاجة لها استراتيجيات وسياسات متبعينها مع الشركة. المجلس ما بينفذ اللي هو، لكن دور أكتر حاجة تنسيقي. عندنا 18 مجلس ولائي. المجالس الولائية عندنا معاهم طوال بترتبط بشبكة الشبكات المحلية. اللي هي لو حصل عنف ولا كده الشبكات المحلية دي اللي هي بتترفع لها أو بترفع هم الحاجات دي لمجلس الطفولة الولائي. مجلس الطفولة الولائي
الولايه هو بيتدخل مع الشركاء الاصيليين حقينهم اللي هو قلنا زي النيابات، المحاكم، منظمات المجتمع المدني العامله في الولايه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، اي حاجه بتختص بالطفوله هم شريكين معنا، شركاء في المجلس. بالنسبه للولايات طيب، لانه اسيب بحس بانه الكلام ده كله الخرطوم محظوظه انه عندها محكمه للطفل وكده يعني، وفي الولايات البعيده يعني في ولايات مثلا فيها خلاوي بتحصل فيها حاجات فظيعه يعني الصراحه. في 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 كل الولايات تقريبا اللي هي فيها محاكم الطفل ونيابات الطفل موجوده ومفعله اللي هي، لكن بالنسبه لقضيه الخلاوي طبعا هي قضيه شائكه زي ما بقولوا، وزي ما عارفين يعني بيحصل فيها عنف وبيمارس فيه حاجات يعني صحيح. زي ما بقولوا شنو يعني، والحاجه اللي بتستغرب لها اكثر انه هم الـ 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 يعني الـ الـ الاب ولا الام ما بيودوه لخلوه قريبه، بيسافر سفر عديد كده. ايوه في المجلس القومي لرعايه الطفوله بتذكر في جائحه كورونا عمل اللي هو رجع الاطفال في كل الخلاوي، رجعهم لاهاليهم واكتشفوا الحاجه دي، مش اكتشفوا هم كانوا عارفين لكن ما كانوا قايلين انها بالخطوره دي العنف الممارس في الخلاوي. فمن الحاجات برضو اللي عملها اللي هي او حيعملها في السنه الجايه دي، ففي دراسه حتتعمل زي مسح كده حيورينا يعني الى عشان نقدر احنا نشتغل فيهم بصوره بروبر يعني. ما هذه قال لي عندي انه في خلاوي مودرن كده، خلاوي يونيك كده يعني بتصل باهله وفي كمبيوتر وكده وضد ما صليها اللي هو ربط الخلاوي بوزاره التربيه والتعليم انها هي تكون ممنهجه وفيها حاجات يعني ذاته تكون انه زي ما بيقولوا شنو فيها رقابه. ايوه وفيها اخصائيين اجتماعيين وباحثين نفسيين الكلام ده، فده نصلي. والمهم في النهايه احنا دايرين نتصل زي ما بقولوا شنو لحمايه ورعايه الاطفال ولحد ما نصل لشنو لرفاههم. بس اهم حاجه النقطه اللي قلتيها قبل انا عاوز اركز عليها ثاني، انه في حمايه لشاهد الملك اللي هو اللي بيتصل. ايوه اذا كان لانه ممكن الطفل ده يضرب تليفون 96 96، انا احب اختار الرقم ده، وابوه يكتشف بانه هو بلغ عنه، دي كارثه كبيره طبعا يعني، ممكن يعاقبه عقاب ما الناس ما جايبين الخبر يعني. طبعا اكيد حمايه المشاهد دي مهمه، حمايه المشاهد مهمه جدا جدا. اذا الاب ذاته فهم انه الام هي اللي بلغت برضه ممكن تبقى كارثه ثانيه، بعدين بخش دي العيب هنا. ايوه ودي ومن هنا بتجي اللي هو العنف ضد المراه اللي هو ممكن يضربها عديل كده. صحيح بتحصل كيف تبلغي فيه ايوه يعني. كيف تبلغي في حاجه دي. كوارث كثيره يا كوارثنا كثيرة والله الحمد لله. والشغل اللي راجيكم كثير والله. طبعا احنا ما بنشتغل برانا يعني المجتمع والاعلام جد يعني انا معاكم اكيد طبعا. ايوه اكيد فدور أكيد. الاعلام بالنسبه لنا مهم جدا جدا لمناصرة القضايا. صباح الشروق متاح لكم في اي لحظه يعني، حاسين بانه توصلوا مسج او رساله معينه ان شاء الله باذن الله. احنا موجودين متاحين لكم. تسلمي جدا يا استاذه هادي عبد العزيز او هادي ساتي. يديك العافيه كما تحبي. انا اشكرك جدا، مشرفين الليله ونتمنى تجينا ثاني وثالث ان شاء الله باذن الله تعالى. يديك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله يا رب. في كل مكان انا شاكر لكم جدا حسن المتابعه، انا والفريق العامل كله، الكرو، المصورين، مخرجين، معدين، شاكرين لكم جدا حسن المتابعه. حنتلاقى ان شاء الله من الاثنين الجاي. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل، والفاينل قرب بتاع كاس العالم. يعطيكم العافيه، السلام عليكم.